لو قفلت الانبوت عارف ان الانبوت قفلت وخزن عنده. مش احنا قلنا ان الاوبتيكال كابل عباره عن ليد وفوتو ترانزستور؟ الليد عمل ايه؟ نور. الفوتو ترانزستور من اول دلوقتي لو دخلت على الكمبيوتر هلاقي مكتوب جوه ان المفتاح مقفول او المفتاح مفتوح، بقى مخزن عنده داتا جوه. الاوتبوت ما اشتغلش ليه؟ لسه ما عملناش تغذيه الاوتبوت. اول ما اعمل تغذيه الاوتبوت لو في برنامج هشغل الاوتبوت ده، لو في برنامج طبعا. تمام. تغذيه الاوتبوت برضو نوعها ايه؟ ها؟ دي سي. تمام. اوكي، هو محرج ما عندوش كهرباء يخرجها لك. في الحقيقه هو هيخرج لك هنا اهو، دي خيار اوتبوت اوتبوت اوتبوت، بس هو بيقول لك انا كل اللي عندي كام فولت فاكرين؟ 5 فولت. فهيستاذنك انك انت بس من غير ما حد ياخد باله عشان ما يبقاش شكله وحش، اديله 24 فولت. وهو ان شاء الله لو البرنامج اللي انت عامله بيقول خرج بعد 4 شهور الاوتبوت ده، يروح هو عامل ايه؟ ياخد منه يروح مخرج لك. بعد 5 ثواني من تشغيل دوت شغل ده، فيروح مشغل دوت، وبعد 5 ثواني يروح مشغل ده، وهكذا. بقى ال 5 فولت عملهم كانهم جيت، كانهم بوابه تعدي لك ال 24. ها؟ واضحه الفكره ولا لا؟ تاني نوصلها ونشرحها واحنا بنوصلها. بالظبط كده. لو انا عندي موتور هحط له ريلي، لو انا عندي لمبه هوصلها على طول، لو انا عندي بامب هوصل له ريلي او كونتاكتور وهكذا. ده خلاص. بس دوت اللي خارج عليه ما ينفعش يكون 5 فولت، ما لهاش معنى 5 فولت. فهو قال لك ايه؟ قال لك خلاص انا هخرج لك طبيعي، مثلا بما ان النوع دوت نوعه دي سي يبقى هخرج لك 24 فولت. بس انا ما عنديش 24 فولت. هتقول لي لا عنده، انا مديها له اهي. على فكره هو خدها بس كده عشان ده اللي موجود عندك، لكن هو اول ما خدها عمل فيها ايه؟ نزلها ال 5 فولت واشتغل بيها. فبيقول لك انت كده كده عندك 24 فولت، هاتهم عشان خاطر يوم ما البرنامج اللي عندي يقول ان هو هيخرج الاوتبوت بتاع اللمبه، يروح هو واخد ال 24 موديهم فين؟ على اللمبه، وهكذا. يعني بالظبط انا هعمل كده، ادي البوزيتيف وادي النيجاتيف، بس ومن جوه هو عامل حسابه عن طريق السي بي يو ان لما يكرر انه يشغل ده هيروح واخد 24 ومشغله، يكرر انه يشغل الريلي دوت ياخد 24 ويشغله الريلي التاني، وهكذا. خلص توصيل البي ال سي. تمام. دايما خارج البي ال سي بيكون بوزيتيف، يبقى اكيد الطرف التاني من الحمل كله هياخد ايه؟ نيجاتيف. في سي بي هات تانيه نازله معمول من جوه الكونكشن ده، بس مش سيمنز. سيمنز قال لك اعمله من بره، في ماركات تانيه عامل الكونكشن ده فعلا من جوه. اوكي، عشان كده انا مش عايزك تفهم تشوف التوصيل، عشان تفهم التوصيل بالظبط. لو فهمته في ماركات تانيه هتلاقيه مش طالب منك التوصيله دي، مع ان هو عاملها من جوه اكيد. في ماركات تانيه هيلاقي ان الاوتبوت مش ماركات تانيه، ده حتى نفس جوه ماركه سيمنز في موديلات عنده الاوتبوتس كتيره قوي، فتلاقيه طلب منك الواحد ال والواحد ام كذا مره. يعني يقول لك هات واحد ال واحد ام مع المجموعه دي، في مجموعه اوتبوتس ثانيه يقول لك 2 ال و2 ام، 3 ام و3 ال، عشان لو واحده فيهم قطعت دول اللي يفصلوا، مش كل الاوتبوتس تفصل. واضحه الفكره ولا لا؟ هنعمل كمان رسمه ثانيه هي اللي عايز بس يديني اياها الاول. بالمره كده من اول الجزء اللي عملته دلوقتي، ايه اللي حصل على البي ال سي؟ انا السي بي يو شغال، السي بي يو بقت شغال خلاص عشان وصلناها، الانبوت بقى شغال عشان وصلناه. لو في برنامج اهو، في برنامج يشتغل ما دام وصلت كهربت الاوتبوت فقدر انه يخرج لك حاجه، فبقى مشغل برنامج اهو بيعمل حاجه معينه ايا كانت بقى دي. لو ما شغلش حاجه معينه ايه؟ مفيش برنامج. الا بقى وكون انا موصل غلط، يعني يا اما موصل غلط يا اما مفيش برنامج. اوكي، تمام، واضحه الفكره ولا لا؟ في الحالة دي أنا هضطر أعمل إيه؟ أشتري بره باور سبلاي، صح؟ ياخد لاين ونيوترال 220 فولت ويخرج بوزيتيف ونيجاتيف 24 فولت عشان أغذي الكلام ده كله. تمام؟ الرسمة التانية اعملها بطريقة أوضح شوية عشان دي كده ملعبك شوية. عامة هي رسومات موجودة معاكم في الكتاب. ده ترانس، وبيحاول كمان، وبريدج بيحاول من AC ل DC الاثنين. بينزل من 220 فولت ل 24 فولت ويحاول من AC ل DC.
داخل السي بي يو قصدك داخل داخل اه الانبوت يعني اه بالظبط. لحظه لحظه، الطرف ده ماينس والطرف ده بوزيتيف. تمام، في بس معلومه بعد كده ارجعوا كملوا تاني. بالمره هقول حاجه تانية، ده ماينس وده بوزيتيف، النوع التاني ده بوزيتيف ودوت ماينس، اللي هو البي ان بي والان بي ان. لو انا غلطت وقصاد الاثنين ماينس او الاثنين بوزيتيف، فرق الجهد يبقى كام؟ زيرو، فمش هيشتغل كده كده، مش هيتحل بس مش هيشتغل. سؤال حضرتك بقى، الخارج بتاع البي ال سي دايما بوزيتيف، ملوش دعوه ده بي ان بي او ان بي ان، وصلت بوزيتيف او نيجاتيف، دايما خارج البي ال سي بيكون بوزيتيف. اي جهاز بي ال سي في العالم شغال دي سي بيخرج بوزيتيف. تمام، ليه ما عملوش يخرج نيجاتيف؟ مش فارقه، بس هو مش موجود.